بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هل أحد يسمع عن مقاطعة أو بلد أو دولة تسمى بزنجبار؟ أين تقع؟ طيب، جميل. طيب، هل أحد يسمع عن بلد أو مقاطعة أو دولة تسمى تنجانيقة؟ تنجانيقة؟ أي أفريقيا؟ فين في أفريقيا؟ لا، البحر الأحمر ديت بعيدة شوي. إيه؟ يعني انت اقتربت بصورة كبيرة، يعني مدرسة جغرافيا ولا ايه؟ لا، طيب، جميل. حد يزيد معلومات؟ تنجانيقة ايه؟ لا، لسه بنسخن الكلام. ايه؟ امتى الكلام ده؟ طيب، انا دلوقتي بتكلم على تنجانيقة. سيبنا دلوقتي من زنجبار، تنجانيقة. تفضل، جزاك الله خيرا. هو احنا ما بنشتغلش على الجوايز؟ قول جايز، يبقى فيه جائزة. انت عاوز تدفع حاجة يعني؟ لا، عاوز جائزة تدفعها ولا تاخدها؟ عشان انت عملت ايه بقى؟ طيب، في هناك دولة تسمى تنزانيا، تسمعوا عنها دي طبعا، مش كده؟ تنزانيا عارفينها؟ طيب، تنزانيا دي في الأصل نصفها تنزانيا ونصفها تنجانيقة، واللي حصل أنه في زمن الاستخراب الأوروبي لدول إفريقيا قام الصليبيون بنزع دولة تنجانيقة وضمها إلى الجزء الآخر، وسميت ذلك كلها بتنزانيا. وقام هذا الصليبي المتعصب جوليوس نيريري بعمليات تطهير جبارة ضد المسلمين، لأن هذه البلدة اللي هي تنجانيقة كان المسلمون بها 100%، وعن طريق تنجانيقة تم انتشار الإسلام وبعث روحه في بلاد كثيرة في إفريقيا الوسطى. فلما أتى الاستخراب الفرنسي والهولندي واستولوا على كثير من ديار الإسلام في إفريقيا، كان من جملة ما استولوا عليه مقاطعة تنجانيقة، وتم ضمها بالقوة وسميت هذه البلاد بتنزانيا. الذي يريد أن أقول بأن تنجانيقة كانت دولة مسلمة وضاعت. وجنوب السودان، لكم أن تعلموا أن أعلى نسبة سكان هناك الوثنيون، ثم المسلمون، ثم النصارى. النصارى في جنوب السودان نسبتهم لا تتجاوز 10%، النصارى نسبتهم لا تتجاوز 10%، الوثنيون يقتربون من 50%، والمسلمون حوالي 40% من نسبة السكان في جنوب السودان. لكن خلال 60 سنة تم تغريب المسلمين في جنوب السودان. يعني في جنوب السودان الإسلام هناك إسلام لا يعرف الإسلام، حاجة عجيبة جدا. خلال 60 سنة تم سلخ الأجيال المسلمة عن الإسلام. ممكن تجد واحدة مسلمة اسمها مثلا فاطمة تزوجت من واحد نصراني اسمه موريس،
ويخلفهم ولد نصراني اسمه محمد. وممكن طبعا لخبطه تيجي زي دي، ما دي اللخبطه. فالمسلمات في جنوب السودان يتزوجن بالنصارى. المسلمات في جنوب السودان يتزوجن بالنصارى. والمسلمون هناك ربما يتزوج الرجل الواحد بأكثر من 10 أزواج. يتشبهون بذلك بمن؟ بالوثنيين. إذن المسلمون والنصارى والوثنيون الثلاثة مع بعض في جنوب السودان ما فيش بينهم إيه؟ فوارق تقريبا. ولذلك كان أحد يعني أصدقائنا كان ضابط في الجيش وذهب إلى جنوب السودان تبع اليو إن اللي هو المنظمة الدولية لحفظ السلام. حدثني ذلك الصديق أنه عندما أنكر على المسلمين أن يتسموا بأسماء النصارى، يعني واحد مسلم اسمه جرجس ومسلمة اسمها مثلا كريستينا، الله انتوا مسلمين ازاي؟ طبعا احنا عندنا هنا لو واحد مسلم اتقطعت رقبته يسمى جرجس ده لا يمكن، لان احنا ما شاء الله عندنا الـ 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 الاسلام اسلام مع وجود التقصير. اللي حصل ان هم اتهموه انه وهابي، وقالوا لو ما سكتش احنا هنبلغ فيك الحركه الشعبيه وتقتلك، لانه انكر عليهم ماذا؟ ان يحتفظ المسلمون باسمائهم. يبقى الذي حدث في جنوب السودان كان تمهيدا طبيعيا لانفصال جنوب السودان عن ماذا؟ عن الدوله الام. ليه؟ لان اليهود وعبده الصليب والملاحدة منذ فترة طويلة يعملون على انتزاع هذه القطعة من جسد الأمة الإسلامية. طيب وأين المسلمون؟ وأين الحملات التثقيفية؟ يعني زي ما ضاعت تنجليقة ضاعت إيه؟ جنوب السودان، ضاعت جنوب السودان. طيب أسأل كمان سؤال بقى، أجدين أين تقع مقاطعة أجدين؟ من نادي الصومال؟ الأخ ده بقى المفروض تدفع جايزة، تدينا جايزة بالفعل. طب أين هي الآن؟ تبع إثيوبيا. إيه اللي حصل؟ استولت عليها إثيوبيا. مقاطعة المسلمون بها 100% استولت عليها إثيوبيا الصليبية وضمتها ضما نهائيا في فترة السبعينات إلى إثيوبيا. سبحان الله. يبقى دلوقتي إفريقيا ضاع منها قد إيه دلوقتي؟ ضاع منها تنجنيقة وضاع منها جنوب السودان وضاع منها إيه؟ ها؟ أجدين. وهناك أطماع لا تزال موجودة في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام. يعني هناك أطماع كثيرة. يعني إحنا كنا بنزعل إزاي تنتقص أي ديار المسلمين؟ نحن نرى بأعيننا أن ديار المسلمين تنتقص. طب كشمير أين تقع كشمير؟ لا الآن من الذي يحكم كشمير؟ الهند. طب وكشمير تتبع لمن في الأصل؟ تتبع باكستان. طبعا ده مخطط كبير، كانت بنجلاديش وكشمير تبع باكستان وباكستان، بنجلاديش وباكستان كلها كانت دولة واحدة وحدثت بينهما نزاعات بسبب بريطانيا وتم فصل بنجلاديش عن باكستان. بينهم مقاطعة من أجمل مقاطعات العالم تسمى كشمير تتبع باكستان. في فترة الستينات قامت حرب بين الهند وبين باكستان، كان من جرائها انضمت الهند كشمير إليها ضما نهائيا، مع ان نسبة السكان فيها من المسلمين 100%. يبقى ضاعت كشمير ايضا، وعندنا فلسطين ضاعت، وعندنا العراق ضاعت، وعندنا التنجنيقة، وعندنا اجدين، وعندنا جنوب السودان. هذه كلها ضاعت في حياتنا. يعني كل الاحداث دي كلها ما لناش في الكتب، ده كلها واحنا معاصرينها.
دي كلها احداث من الستينات وانت جاي، كلها تمت امام اعيننا وعلى مسمع من اذاننا، ولم يتحرك المسلمون من اجل انقاذ اخوانهم بالضبط كما حدث في بلاد الاندلس. بلاد الاندلس اتى الفونسو واليزابيلا اللي هم الاميرين بتوع اماره قشتاله وارجون، وعملوا عصابات قويه جدا ودخلوا بلاد الاندلس واسقطوا بلاد الاندلس دوله وراء دوله، والمسلمون في نوم عميق، وذبح المسلمون في بلاد الاندلس وتبدلت احوالهم وضرب على احيائهم الرق. تصور بقى لما يكون رجل محترم ابها يتشد من قفاه ويتحط الكلبشات في ايديه ورقبته ويتشد يتباع في سوق الرقيق. سبحان الله، امبارح كان رجل حر محترم في بيته، النهارده بيتباع في سوق ستوته بتاع العبيد. سبحان ربي العظيم، سبحان مبدل الاحوال. وزوجته واولاده برضك بيتباعوا في السوق، بيتباعوا في السوق. والنصارى في الاندلس جعلوا انهم اذا تركوا المسلمين احياء مع العبوديه دي يعتبر كرم منهم، ولذلك فرضوا عليهم الدين النصراني وعمدوهم قسرة، وسموا المسلمين انذاك بالمورسكيين. بماذا؟ بالمورسكيين. المورسكيين بمعناهم المنافقون. المورسكيون ده باللغه العربيه بتاعتنا يعني ايه؟ الزنادقه، المنافقون. وكان يفرض على المورسكيين الا يغلقوا ابواب بيوتهم. يعني المورسكيين دول، المسلمين دول، المورسكيين دول اللي هم في الظاهر نصارى لكن في الباطن النصارى حاسين ان هم بيقوموهم، يعني ما يغلقوش عليهم بابهم ابدا. ليه؟ بحيث ان النصارى يهجموا عليهم حملات دائمه، ممكن النهارده او بكره او بعد اسبوع او بعد شهر حمله من عبده الصليب يقوم كبس على البيت. تجلس على تعمل ايه بقى؟ تدور على المصاحف وتشوف المختونين من الرجال والنساء، وتشوف اي مظهر من مظاهر الاسلام، ويسالوا عن الصغيرين انتوا بتقرم؟ انتوا بتصلوا؟ ولو ثبت ان هذه الاسره تمارس اي شعيره من شعر السم في الباطن يتم تعذيبها عذاب شديد لا يطيقه انس ولا جان. حاجه صعبه جدا. هناك تابوت الموت، تابوت ده عباره عن خناجر متشابكه يتحط فيها البني ادم، يتقاف عليه التابوت يتفرم فرم، يتفرم فرم. هناك مكنه الزيت، زيت مغلي ويسقط منه قطره قطره، تسقط على راس المسكين او المسكينه. اما الذين يقرؤون القران ضبطوا متلبسين بقراءه القران فان السنتهم تخلع. يتم خلع ليه؟ اللسان خلع. هذا اللسان الذي يقرأ القرآن جزاؤه أن يخلع خلعا. وأين المسلمون؟ في سبات عميق. إذا تركوا إخوانهم في بلاد الأندلس وهم في سبات عميق. إذا لا يجوز شرعا للمسلمين أن يتركوا إخوانهم في أي دار من ديار الإسلام يتعرضون للاضطهاد أو يتعرضون للمجاعات وهم نائمون أغرار، لا يجوز هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن كشف كربة عن أخيه من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم. شوف التراحم والتعاطف، بينهم تراحم وبينهم تعاطف. كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال الله عز وجل:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وبإذن الله تبارك وتعالى إخواننا في الصومال يتعرضون لمجاعة لم تحدث في إفريقيا منذ أكثر من 60 سنة. هناك كل يوم مع طلعة كل شمس بيموت أكثر من 1600 طفل مسلم، هذا بخلاف الرجال والنساء. يعني أكثر من يتعرضون للموت الأطفال بسبب ضعفهم، بسبب ضعفهم. هناك نساء ورجال ولكن الموت في الأطفال أكثر، وهم في حاجة شديدة إلى الغذاء والدواء، وقبل ذلك هم في حاجة إلى الدعاء والدعوة. الدعاء ندعي لهم في السجود وفي القنوت، تدعي لهم تجعل من الدعاء وحظا من الدعوة. الدعوة لأن هناك أكثر من 2 مليون مسلم موجودين الآن على الحدود بين الصومال وكينيا. كينيا المسلمون فيها 10% و90% إيه؟ نصارى. سبحان الله، يعني المسلمين هيتفشوا يروح عند مين؟ يروح عند النصارى. وبالتالي هناك منظمات تنصيرية جبارة بتعمل على نشر النصرانية والتشكيك في الإسلام بين هؤلاء اللاجئين المساكين الصوماليين. إذن هؤلاء الناس في حاجة إلى دعم مادي ودعم ديني، لابد أن توجد هناك مجهودات بشرية كي تثبتهم على دين الله عز وجل، وفي الوقت نفسه تضع في أفواههم الطعام، وفي الوقت نفسه تمد هذه الأبدان بالمحاليل وما ينفعها من الغذاء والدواء. للأسف كنت أسمع قبيل الفجر امبارح نشر الأخبار بيقولوا بأن الشباب المجاهدين انسحبوا من العاصمة مقديشو، وهذا سيساعد المنظمات الإسلامية والدولية أن تلقي بمساعدتها إلى المحتاجين في الصومال لا سيما في مقديشو. الخبر ده خطير جدا. دي معناه ايه؟ معناه ان المنظمات الدولية لا تساعد المسلمين الملتزمين، لان الشباب المجاهدين دول معظمهم شباب مستمسك بالدين، وسبب قتاله لهذه الحكومة ان هذه الحكومة والت امريكا واثيوبيا. يعني المحاكم الشرعية في البداية تعهدوا على تطبيق الشريعة، والشيخ شريف ده احمد رئيس الدولة قال ادولي فترة 6 شهور اظبط الامور واقيم الشريعة. ايه اللي حصل بعد كده؟ لا اقام الشريعة ولا عمل حاجة. امال عمل ايه؟ ولا اثيوبيا، واذن بالقوات الاثيوبية ان تدخل الى الصومال، وقامت القوات الاثيوبية بمذابح عنيفة جدا في الصومال. مما حدا بالشباب المسلم زيكم كده قال لا، اثيوبيا استولت قبل كده على ايه؟ على اوجادين، ولو سبناها هتاخد كمان حته. فهب الشباب المسلم في الصومال وحارب اثيوبيا، واستطاع الشباب المجاهد في الصومال ان يهزم اثيوبيا وان يخرج الجيش الاثيوبي من الصومال. ومن هذه الساعه تم فرض حصار اقتصادي عنيف على ماذا؟ على الصومال. فقالوا طالما ان شباب المجاهدين خرجوا من مقديشو احنا هنودي المساعدات فين بقى؟ للمحتاجين في مقديشو. طبعا هذا يدلك على ان المنظمات الدوليه هذه منظمات خبيثه جدا. عندي معلومات شبه يقينيه بان اتحاد الاطباء العرب يعطي المساعدات او على الاقل 70% من المساعدات للحكومه، وتعطي الحكومة هذه المساعدات للمناطق غير المحتاجة، ولكن تعطي المساعدات على حسب الولاء، لتبقى المناطق الغربية والجنوبية في فقر شديد
ومجاعة شديدة، وهذا ما ينبغي أن يشاهد المسلمون في الاعتناء به بإذن الله تبارك وتعالى. هناك إرادة لدى بعض الناس الطيبين أن يتواصلوا مع إخوانهم في الصومال، وهناك سبل وطرق لهذا الموضوع، وهناك اتصالات تجري في هذا الاتجاه، ويمكن بإذن الله تبارك وتعالى أن احنا نجمع أي تبرعات لكي نوصلها إلى إخواننا. ومن أراد أي استفسارات أو أراد أي تفصيلات في هذا الموضوع فيتصل بهذا الرقم، اكتبوه إن أردتم، بحيث يمكن أن تطلبوا المساعدات أو أن تسألوه في أي تفصيلات. الرقم 019-312-6-3-3 نسأل الله تعالى أن يتقبل. يمكن أن يدفع في هذا الباب زكاة المال، يمكن أن يدفع في هذا الباب زكاة المال، ويمكن بدل من إعداد الشنط الرمضانية توضع الأموال لهذه الشنط في هذا الباب أيضا. أيضا الصدقات والهبات والعطيات، ويمكن أيضا الوقف، من أراد أن يقف مالا لله عز وجل فليجعله في هذا الباب، فإنه من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني ب65 جنيه تستطيع أن تطعم طفل صومالي لمدة شهر. 65 جنيه، ب65 جنيه تستطيع أن تطعم طفل صومالي لمدة شهر. يعني كل واحد فينا لو ما قدرش حتى يدفع ولو 65 جنيه، ولو 65 جنيه دي حد أدنى، يعني لو ما قدرش يسلفهم ويجتهد، والله تعالى هو الموفق والمعين للخير كله. نعم، اعملوا، اجتهدوا، كل واحد يعمل نفسه مؤسسة، اجتهدوا إن شاء الله. لأخ أن يسأل، هل يجوز نقل زكاة المال من البلدة إلى خارج البلد؟ الجواب، المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وسبب النزاع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وفي لفظ إلى فقرائهم. فهذا سبب النزاع اللي هو الدلالة بتاعت حرف الجر إلى وفي. لكن القول الذي يعني يمكن أن يكون مصطفى في هذا الباب أن بلدا مسلما إذا كانت الحاجة فيها أعظم يجاز نقل الزكاة إليها، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يبارك لنا في أزواجنا وأموالنا وأبنائنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا، وأن ينصر إخواننا وأن يشفيهم وأن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يداويهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.